مرحبا بكم في شي تيك. ماذا لو قلت لكم بأن كل خطوة تقومون بها يقوم هاتفكم الذكي بتسجيلها لكم؟ فلنتابع. هل فعلا تحتاجون إلى أحد يحفظ لكم خطواتكم اليومية خطوة خطوة؟ يا للهول، كل يوم سلطان، يعني أنا قاعدة في هالمكان من هالساعة لهاي الساعة، يعني هلأ متفاجئة أنها أصلا تاخدها، بس ليش تاخدها في إنا هلأ بصفي تليفوني راقبني؟ هذا هو رد فعل الناس فور معرفتهم بهذا الموضوع. كل شيء مسجل عنك. هذه مشكلة لكل المتزوجين، سواء كنت مستخدما لنظام أندرويد أو آي أو إس. كلا النظامين يقومان بطريقتهما الخاصة بحفظ المواقع بشكل يدعوك إلى التساؤل، وكل هذا بموافقة المستخدم الذي يضغط على الشاشة دون أن يقرأ محتواها. وبحسب الشركتين فالسبب هو لإعطاء المستخدم خدمات مفصلة حسب حاجته. وللتأكد ما إذا كنت مشغلا لها أم لا فاتبع التالي. إذا كنت من مستخدمي iOS اذهب إلى الإعدادات، بعدها الخصوصية، ومن ثم خدمة تحديد المواقع، توجه إلى الأسفل وبعدها خدمة النظام، وستجد خيار الأماكن التي زرتها عدة مرات. فيما يتعلق بالأندرويد، وبحكم أن كل شيء متصل بحسابات جوجل فإليك الطريقة لإلغاء ذلك. فعبر خرائط جوجل والتي تسجل كل تحركاتك التي قمت بها أو قام بها هاتفك بالدقيقة واللحظة تستطيع إيقاف هذه الخدمة. وهناك طريقتان، الأولى عبر القائمة العلوية، وبالضغط على علامة تحديد الموقع ستظهر لك قائمة جديدة، توجه إلى الأسفل واختر جوجل لوكيشن هيستوري، ومن ثم اضغط على النقاط الثلاث للإعدادات، وبعدها معاينة وتعديل، اضغط على قائمة النقاط الثلاث مرة أخرى وبعدها إعدادات، ومن ثم إلغاء كل المواقع التي زرتها. هناك أيضا طريقة أخرى، عليك الضغط على قائمة الخيارات وستجدها في خاصية Your Timeline. قد تكون هذه البيانات في أمان ولن يحصل عليها أحد، ولكن ماذا لو تمكن أحد من الوصول إليها؟ خصوصاً إذا نسيت الخروج من حسابك عبر متصفح جوجل. أنا أنصح كل المتزوجات صراحة أنهم يتابعوا تليفونات أزواجهم من اللوكيشن سيرفيس صراحة، وين الأماكن اللي زاروها. شايفنا صراحة غلط، وأنصح الجميع أنه يمسح الهستري عنده. طيب بس ما حيأثر على أي شيء تاني، مثلاً الجي بي أس، جوجل مابس، كل هذه الأشياء ما حتأثر عندك ولا شيء. وهذا شيء تك. كان معكم سلطان بتاوي العربية.